أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدرة الله على البعث، أي بعث الأجساد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار يطلب إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات الآيات. ألف لام ميم راء، هذه الأحرف المقطعة مثل ألف لام ميم كاف هاء عين صاد، هي ذكرنا عنها سابقا أنها تحد من القرآن للبشر بأن كلامكم أيها العرب مكون من هذه الحروف الألف واللام والميم والراء والكاف إلى آخره. إن كنتم تزعمون أن هذا القرآن من صنع محمد فأنتم أهل الفصاحة والبلاغة ففعلوا مثل هذا القرآن. ولذلك كثيرا ما يأتي بعد الحروف المقطعة الحديث عن الكتاب القرآن، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في سورة البقرة، في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب من رب لا ريب فيه من رب العالمين، وهنا ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب أول سورة الرعد. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تلك آيات القرآن الرفيعة القدر، وجميع ما أنزل يا رسول الله من ربك هو الحق المطابق لما ينبغي أن يكون عليه الناس اعتقادا وقولا وفعلا. القرآن بيّن ما يكون عليه الناس في اعتقادهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم. في اعتقادهم أن الذي يستحق الطاعة هو الله، وأن الله يتصف بكل صفة كمال وأن غيره ناقص. وفي قولهم أن لا يقولوا إلا الحق. وفي فعلهم أن يسلكوا السلوك الذي رسمه لهم الله سبحانه وتعالى. وما يناقض ذلك، ما يناقض الحق الذي أنزله الله، فهو الباطل. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي لا يؤمنون بهذا القرآن وأنه حق من عند الله تبارك وتعالى. الله الذي رفع، تأتي الأدلة فقط إذن التي تبين أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الكون وهو قادر على إعادته وبنائه وإزالته سبحانه وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله تعالى هو الذي رفع السماوات السبع بقدرته من غير عمد ترونها. روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع وما فيهن من النجوم والأفلاك والكواكب، اللي في بعض الكواكب السماوات أكبر من الأرض بملايين المرات، الأرض لا شيء كالهباء في فضاء ربي تدور. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. والكرسي في العرش المجيد
كتلك الحلقة في تلك الفلاة. وفي رواية: العرش لا يقدر قدره إلا الله. إذن هذه الأرض شبه فسيحة وتقاتل الناس على شبر منها وكذا، لا تعتبر شيء بالنسبة لملكوت الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: رفع السماوات بغير عمد ترونها. قال بعض المفسرين: إنكم ترونها بغير عمد، النجوم والأفلاك تسير وتتحرك بدون أعمدة. نحن بنعرف أنه الأمور إذا ما ثبتت على أعمدة تسقط. فقال بعض المفسرين: بغير عمد ترونها، يعني يكون ترونها تأكيد لغير عمد، غير عمد ترونها بغير عمد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لها عمد لا ترونها، بغير عمد ترونها، يعني تكون عمد وترونها الجملة صفة لعمد، يعني هذه العمد لا ترى، في لها عمد، بغير عمد ترونها، ما في أعمدة ترونها ولكن في أعمدة لا ترونها. والتفسيرين صحيحات، النجوم والكواكب والدنيا كلها والكون واقف قائم في ذاته بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا نرى له عمد، أعمدة تثبته أو تعلقه بكذا أو. وقول ابن عباس: لها عمد ولكن لا ترونها، عبر عنها الناس في القرن العشرين الجاذبية، يعني كل مجموعة فلكية تمشي بجاذبية معينة لا تخرج عنها إلى مجموعة ثانية، فالأرض جاذبيتها إلى الداخل، مع أنه عم تدور ينبغي أن تخرج منها تطير الكائنات من الأرض إلى الخارج ولكن لا تخرج، أن جاذبيتها للداخل. وهكذا كل فلك في له روابط وضوابط كالأعمدة ولكن لا ترونها، جلت قدرة الله، بغير عمد ترونها. ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر، التسخير التهيئة لمصالحكم. القمر والشمس وكل في فلك يسبحون كما قال الله في سورة ياسين: الشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم إلى آخر ذلك. فسخر الله لكم القمر تراه هلالا ويكبر ويصغر حتى تعلم عدد السنين والحساب. وأيضا السنة الشمسية من دوران الأرض حول الشمس، الناس يعرفون السنين والحساب من الناحية الفلكية الشمسية. والشمس أيضا لها منافع، الضياء، جعل الشمس ضياء وجعل القمر فيهن نورا. فسخر الشمس مصالحكم، قد تظن المصالح بس مشان النور، لا، النور والدفء اللي إلى الآن أنا متحير في عظمة الله في وجود هذا الدفء. الشمس يا إخواني كأنه قلابل ذرية وهيدروجونية تنفجر فيها، كل شرارة بتطلع منها آلاف الكيلومترات، فيها حرارة هائلة جدا. القمر ما في حرارة، القمر نور انعكاس. هذه الشمس المفروض كل ما اقترب الواحد منها كل ما يصير حر أكثر، الأمر على عكس ذلك، عندما تطلع في الطيارة أو في الصاروخ كل ما ارتفعت تصير أبرد، حتى إذا ارتفعت شيء 20 كيلومتر بصير تجمد. كيف ذلك؟ كيف تتكون النور؟ كيف يتكون النور على الأرض؟ النور الذي يحتاجه الإنسان والحيوان والنبات. التمثيل الضوئي في الشمس، أشعة الشمس عندما تنعكس على أوراق الأشجار الخضراء، أوراق الأشجار الخضراء معامل ربانية كيميائية تجعل هذه الأوراق تأخذ من الهواء غاز الفحم وتطلق الأكسجين، تحتفظ بالفحم وتطلع الأكسجين، تحليل كيميائي رائع وسط أشعة الشمس. فتسخير الشمس لمصالحكم. بعدين في تعبيرات بالنسبة للشمس جل جلال الله،
ربنا عندما يقول في سورة ياسين والليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ويتل لهم الليل نسلخ منه النهار. شوف عبر بالسلخ هنا في هذه الآية القرآنية يغشي الليل النهار، يعني الليل بغطي النهار فلا يبقى فيه نور. في سورة ياسين نسلخ منه النهار، نحن كنا نقرأ نسلخ، ولكن لاحظ تعبير كلمة نسلخ معجزة تدل على أن هذا القرآن ليس من صنع محمد. عبر محمد القرآن عن شيء لم يكتشفوه إلا في القرن العشرين، عندما صعدوا إلى السماء في الصواريخ وفي كذا، يوجد قشرة فوق الأرض منيرة فيها ضوء، المفروض لما بترتفع بتقرب من الشمس يصير الضوء أكثر، لا بس خرجت عن القشرة الأرضية اللي فيها الضوء ترى العالم كله ظلام. انت خرجت في الصاروخ في النهار رأوا العالم كله ظلام، ورأوا الشمس قرص بنفسجي بس خافت باهت. ليل يغشي الليل النهار، كيف يتكون النور؟ بانعكاسات على الأرض، كون النور الحرارة بكذا، الله أعلم، قد يكتشفون فيما بعد، ولكن التعبير القرآني يعبر بشكل يعجز البشر عن أن يأتوا بمثل هذه النواحي العلمية التي فكر العالم فيها وكشفوها بعد أن صعدوا في الصواريخ إلى الأعلى. يدبر الأمر، يدبر أمر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يفصل الآيات، يفصل لكم الآيات والأدلة لعلكم بلقاء ربكم توقنون، الأدلة التي تدل على أنه قادر على أن يبعثكم ويعيد أجسادكم كما كانت وتقفون بين يديه للحساب. تعتقدون هذا اعتقادا يقينيا فيما إذا فكرتم واستعملتم عقولكم ونظرتم إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن عالم العلوي، عن عالم السفلي يعني عن الأرض، فيقول سبحانه: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كشف الناس أن الأرض كروية، وكانوا يضربونها مثلا تقف على شاطئ البحر فالبحر هكذا مكور من بعيد، السفينة لا ترى إلا جزء أعلى منها، ثم ترى أكثر 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 حتى تقترب فتراها كلها. كيف يقف الماء هكذا؟ قدرة الله. الأرض لو كان مكورة هكذا بالنسبة للإنسان وصغيرة لما استطاع أن يستفيد منها، ولكن هي مكورة وتراها منبسطة، تمشي 70-80-100 كيلومتر 1000 كيلومتر ما بتشعر انه انت صرت بدحذيل بدك تزحلق. لا، فهنا يشير الله تبارك وتعالى الى مد الارض، الارض ممدودة بالنسبة للانسان لا يشعر. حتى في من عهد قريب كان الناس يقولوا الارض منبسطة والبؤر كروية بكفر، ولكن ثبتت كرويتها بقوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، إنما كانوا قاصدي العلم ثم كشف العلم تجريبي كروية الأرض. هذه الكرة ممدودة لا تشعر بأنها كرة، مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. الرواسي السفينة يقال للمرسات مرسات، لماذا؟ لألا تضطرب وتهتز حتى تثبت أثناء حركتها وأثناء استقرارها. وجعل فيها رواسي أي جبالا شامخات ترسو بها. ما فائدة الجبال؟ قال تعالى في آية أخرى: والجبال أرساها، أي ضبط حركتها أثناء الدوران. لعل بعض الأشخاص الذين يعلمون في موتورات السيارات، هناك في اسمه قرص مسنن تشتغل في السيارة وبعدين يبقى بيدور هكذا كبير. سألنا الخبراء لماذا هذا القرص؟ قال: ليوزن حركة الموتور
لأنه لولا هذا القرص كان بتدور السيارة بسرعة بتوقف بسرعة، التوقف بكسر أوضاعها وحركة والأدوات اللي والآلات اللي في داخلها في داخل الموتور. أيضا المضخات اللي كانوا يستعملوها على الديزل مازوت، ترى قرص صغير يوضع عليه القشاط اللي بدور المضخة اللي بتخرج المياه، ومن الجانب الثاني قرص كبير ثقيل عبدور معه. ليش؟ سألنا خبراء في هذا، قال هذا القرص الكبير من أجل أن يوزن حركة الموتور لألا يندفع بسرعة ويتوقف بسرعة فيتكسر الأدوات داخله. إذن وزن الحركة. الأرض يا إخواني عندما يقررون علماء الفلك بخبرة ويراقبون الأرض ويدققون، طلوع الشمس في الساعة كذا والدقيقة كذا أبدا، تاني يوم في الساعة كذا والدقيقة كذا أبدا، حركة موزونة. الأرض تدور فيتكون الليل والنهار، تميل فيتكون الصيف والشتاء والخريف والربيع بحركة موزونة. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هنا يقول وجعل فيها رواسية وأيضا وأنهارا، جمع نهر، نهار عظيمة، من هنا نبع شوي، من هنا الجدول، من هنا الجدول صبوا بيمشي نهر عظيم، في أنهار مئات الكيلومترات، في أنهار آلاف الكيلومترات تمشي من دول لدول. وجعل فيها رواسي وأنهارا يشرب الناس منها والعباد والدواب ويسقوا مزروعاتهم ويتمتعوا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، خلق لكم في الأرض من كل الثمرات، من كل ثمرة تتكون من زوجين اثنين، في أعضاء في الزهرة الواحدة اللي بتتكون منها الثمرة أعضاء ذكورة وأعضاء أنوثة بتتلقح غبار الطلق، وفي أحيانا الذكورة في شجرة والأنوثة في شجرة الهواء بيطيرها أو الحشرات اللي بتطير من هذه إلى هذه فتتلقح الثمرة. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول جعل فيها زوجين اثنين، في آية أخرى من كل شيء جعل زوجين اثنين سبحانه وتعالى. فعلا كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل هو كان تخصصه بعلم النبات؟ المتخصصون في علم النبات ما وصلوا إلى هذه المعرفة إلا بعد 1200 سنة. ثم كيف عرف محمد أن كل شيء في الوجود متكون من زوجين اثنين ذكر وأنثى؟ بني آدم زوجين اثنين تزوجوا ويتولدوا، الجن زوجين اثنين، النباتات زوجين اثنين، الحيوانات يتزوجون زوجين اثنين، الكهارب سالب وموجب، المغناطيس سالب وموجب، كل شيء زوجين اثنين. الله أكبر. هذا دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي بهذا الكلام من عنده، هو كلام رب العالمين. فانتبهوا يا من لا تصدقون كلام رب العالمين وتكونون عبيدا للعبيد. ثم يقول سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار، يعني يغطي الليل للنهار. إن في ذلك لآيات لأدلة على أن الله على كل شيء قدير وهو قادر على أن يبعثكم ليحاسبكم. إن في ذلك لآيات لأدلة لقوم يتفكرون، يستعملون تفكيرهم فيفكرون تفكيرا دقيقا ويصلون إلى الحق ويصدقون ما أنزل الله فيختارونه ويعلمون أن الله قادر على بعث الأجساد وأنه سيحاسبهم على أعمالهم. ثم يقول سبحانه وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في الأرض قطع متجاورات بجانب بعضها البعض، هذه الأرض صبخة مالحة لا تنبت، هذه الأرض خصبة تنبت. ثم الآية تشير إلى تلون أنواع الأتربة، فهذه تربة حمراء وهذه تربة بيضاء وهذه تربة تميل للسواد وهذه سهلة وهذه رقيقة. في الأرض الطيبة تجد بساتين وأشجار وكذا، تجد زروع، تجد نخيل، تجد نوع أنواع فواكه متعددة، الرمان، الزيتون، الكذا، متجاورة مع بعضها، صنوان وغير صنوان، منها متشعبة من أصل واحد ومنها من أصول مختلفة عن بعضها.
فالمتشعب من أصل واحد ممكن أن تطعم واحدة بأخرى، أما إذا كان مختلفة في الأصول ما بنجح الطعم. صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، الأرض واحدة والمطر واحد، كلها تسقى بدأ، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا بشوفه ألذ تحبه أكثر، وهذا بشوفه ألذ تحبه أكثر، هذا حامض وهذا حلو وهذا لفان. فربنا سبحانه وتعالى يعطيك ويلفت أنظارك إلى دلائل قدرته، وأن كل شيء في الوجود منه، فلا تبتعد عنه وتكون مع أعدائك، تطيع شياطين الإنس والجن وتترك طاعة الله، وتنسى أنك ستقف بين يدي الله وهو قادر على ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الآية التالية: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، إلى آخر الآية. نتكلم عن ذلك إن شاء الله في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.